السلام عليكم خاوتنا الزلفلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة. اليوم جينا نديروا لكم جولة على الصالونات، جينا نشوفوا الصالونات اللي راهم هنا في محل أثاث الثقة خاوتنا ونقولوا أسماواتهم والسعر تاعهم. هاكا باش في لافين تاع الفيديو تخلونا في التعليق الصالون المفضل تاعكم، الصالون اللي يعجبكم بزاف. نبداو على بركة الله، رانا قدام لو صالون اللي دخلنا غير كيما صالون موديل جديد اللي سميناه كوين. الصالون هذا اللي فيه 7 بلاص كيما راكم تشوفوا، اللي جانا في كولارا بزاف شاب الله يبارك. لي بي تاعو راهم مخدومين بالاتر، لونكادرومون تاعو ثاني بالاتر خاوتنا، القاعدة راهي بالديترونت ولا كاركاس راهي بواروج. صالون كوين راهو يدير 21 مليون و800. ننتقلوا للصالون الثاني، صالون ثاني اللي غني عن التعريف خاوتنا اللي كامل تعرفوا، صالون بيلوت ان. صالون بيلوت ان خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه 7 بلاص، لي بي تاعو اللي راهم كامل بالاتر، لونكادرومون تاعو ثاني كامل بالاتر خاوتنا، لاكودوار تاعو ثاني حتلقاو التصميم بالخشب اللي راهو ثاني بخشب بزان خاوتنا، القاعدة تاعو راهي بالديترونت، لاكاركاس راهي بواروج. سعر تاع صالون بيلوت ان راهو ب 16 مليون و800. كيما راكم تشوفوا رانا قدام لو صالون ارك بلوس خاوت، الصالون هذا اللي ما شاء الله اللي فيه كامل الالوان يبان شباب خاوتنا، لي بي تاعو ثاني خاوتنا راهم بالاتر، قاعدة تاعو ديترونت، لاكاركاس بواروج. وهذا واش فيه حاجة مميزة كيما راكم تشوفوا في الدو بلاص تاعو، هذا كوفري وكليك لاك خاوتنا، كيما راكم تشوفوا في الكوفري، تزيدوا تهبطوه، كيما قلت لكم خاوتنا، كليك لاك وكوفري، في الدو بلاص و 3 بلاص تاعو ثاني خاوتنا، السعر تاع ارك بلوس راهو ب 16 مليون و800. ننتقلوا على الصالون ثاني اللي غني عن التعريف اللي كامل تعرفوه، صالون ليون، صالون اللي فخم وفيها ان ديزاين اللي بزاف شباب خاوتنا، كيف خاوتنا القاعدة راهي بالديترون، لونكادرومون تاعو راهو بواتر، لي بي ثاني خاوتنا، ومام الخشب هذا اللي راهو في لاكودوار كامل بالاتر خاوتنا، عنده لاكودوار تاعو ما شاء الله. الحاجة المميزة فيه خاوتنا الظهر تاعو جاي ستيل مخدة كيما راكم تشوفوا، جاي عريض، معناتها الواحد كي يريح فيه خاوتنا راح يرتاح كتنا وقاعد على مطلع ديترونت، وثاني راهو متكي على مخدة اللي راهي مصنوعة خصيصا باش ترتاحوا فيها. صالون ليون اللي فيه 7 بلاص راهو ب 16 مليون و800. ننتقلوا للطابق الثاني ونزيدوا نوريو لكم موديلات أخرى. وكيما راكم تشوفوا خاوتنا رانا قدام صالون اللي درناه لكم هذا الأسبوع، صالون اللي سميناه كلود، لي فيه 7 بلاص خاوتنا كيما راكم تشوفوا، لي بي تاعو ثاني راهم بالاتر، لونكادرومون بالاتر، والقاعدة راهي بالديترونت خاوتنا، لاكاركاس اون بواروج. السعر تاع صالون كلود درنا له 21 مليون و800. ننتقلوا الان الى الصالون الامير خاوتنا، صالون اللي صح غني عن التعريف باسكو كامل تعرفوه، وبزاف منكم شكروه لنا وعجبهم بزاف باسكو صالون صح ما شاء الله وفخم خاوتنا، كيما راكم تشوفوا فيه 7 بلاص واسع الله يبارك، القاعدة تاعو راهي بالديترونت، قاعدة جد مريحة خاوتنا، وفيه هذا البوكي اللي بزاف شباب في القاعدة تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوه، وفيه ثاني ان سكولتاج من القدام كيما راكم تشوفوا اللي راهو كامل بالاتر خاوتنا، لاكاركاس تاعو بواروج، حاجة ما شاء الله. السعر تاعو راهو ب 26 مليون و800. ننتقلوا للصالون اكس اس خاوتنا اللي كامل تعرفوه ثاني، صالون اكس اس هذا اللي فيه 7 بلاص خاوتنا، لي بي تاعو اللي راهم بالاتر، القاعده ديترونت، لاكاركاس بواروج. هذا واش فيه حاجه مميزه خاوتنا، ثاني درنا لكم مخده في القاعده تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا في الظهر، هذه مخده خاوتنا، حاجه ما شاء الله، معناتها بنادم كي يريح فيها راح يرتاح ثاني خاوتنا. السعر تاع لو صالون اكس اس راهو ب 13 مليون و800. والان ننتقلوا للصالون اللي ثاني غني عن التعريف خاوتنا، صالون كوكياج كيما راكم تشوفوا في لون اللي بزاف شباب، اللون الازرق كيما راكم تشوفوا، اللي فيه 7 بلاص، القاعده ديترونت، لاكاركاس بواروج، ولي بي راهم بالاتر ثاني خاوتنا. السعر تاع لو صالون كوكياج راهو ب 12 مليون و800 خاوتنا. والان ننتقلوا الى الطابق الارضي ونزيدو نشوفوا موديلات اخرى تاع لي صالون خاوتنا. انا لحقنا لو صالون فيتو، واحد من الصالونات المفضله عندي خاوتنا، كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله، القاعده راهي بالديترونت، لاكاركاس راهي بالبواروج، لي بي تاعو راهم بالميتال خاوتنا، حاجة سوليد وحاجة ما شاء الله. البري تاع لو صالون فيتو راهو ب 17 مليون و800. ننتقلوا للصالون ايكراك خاوتنا، صالون ثاني اللي غني عن التعريف اللي كامل تعرفوه، كيما راكم تشوفوا لاطاب الباز راهي مومبالية بالبركة على المستفيد بها. لو صالون ايكراك لي بي تاعو اللي راهم ديزاين بزاف شباب، كامل بالاتر خاوتنا، لونكادرومون ثاني بالاتر خاوتنا، القاعدة تاعو اللي راهي بالديترونت، وفي ان ديزاين في لاكودوار اللي بزاف شباب خاوتنا. لو صالون ايكراك لي فيه سي بلاص راهو 15 مليون و800. نزيدو ننتقلو من هيه خاوتنا، نزيدو نورو لكم
بعض الموديلات الفخمه. هذا صالون بيلوت ا اللي شفناه الفوق خاوتنا كما راكم تشوفوا ما شاء الله. نزيدو ننتقلوا من هيه نوري لكم موديلات اخرى. كما شفتوا الفوق خاوتنا لو صالون ارك بليس في هذاك اللون راه متوفر ثاني في هذا اللون. ننتقلوا للصالون لثاني واحد من المفضلين تاعنا خاوتنا لحد الان كاين صالون فيتو وصالون ديامو اللي راهم من افضل صالونات عندي انا خاوتنا. لو صالون ديامو اللي صح ما شاء الله فخم جدا، القاده تاعو راهي بدي 30 لي بي تاعو خاوتنا راهم بالميطال حاجه شابه خاوتنا. لونكادرومون راهو كامل بالبواروج ومام هذا لي سكولطاج اللي راهو هنايا فلاكودوار راهو بالاتر خاوتنا. عندو ان ديزاين لي بزاف فخم في الظهر تاعو كيما راكم تشوفوا، ومام لونكادر فيه وفيه لونكادرومون في الظهر تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا اللي راهو كامل بالاتر. هذه 3 بلاص تاعو، الان بلاص تاعو ثاني خاوتنا مخدوم طري بيان. لو صالون ديامو اللي يحتوي على 6 اماكن راهو ب 17 مليون و 800 خاوتنا. ننتقلوا الى الصالون الانيق. صالون الانيق واحد من افخم الصالونات المتواجده عندنا هنا في محل اذا ثقه اللي احنا نختموا فيه الفيديو تاعنا خاوتنا. صالون الانيق كما راكم تشوفوا حاجه بزاف شابه، الحاجه اللي تميزو بهذا لو بوكي اللي راهو في القاده تاعو خاوتنا، وثان بسكولطاج اللي راهو في لونكادرومون تاعو اللي راهو مخدوم كامل بالبواتر. القاعده بدي درون ثاني خاوتنا ولا كاركاس بواروج فيه 7 بلاص كيما راكم تشوفوا. السعر تاع لو صالون الانيق راهو ب 23 مليون و 800. لحقنا الى نهايه الفيديو خاوتنا، ما تنساوش تخلونا في لي كومونتير واش من صالون اللي يعجبكم وشنو هو الصالون المفضل تاعكم خاوتنا، ودعمونا بالجام وما تنساوش خاوتنا تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم. وشكرا لكم على متابعه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.